عندما نتحدث عن الصين، تشهد مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية يوم غد أول لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ عام تقريبا، على هامش قمة منتدى التعاون لدول آسيا والمحيط الهادئ أو الأيبك. قائمة القضايا المطروحة على طاولة النقاش تطول، فهناك نقاط خلاف كثيرة قد تكون مستعصية بين الرجلين، من مستقبل تايوان إلى القواعد الأساسية التي تشكل منافسة عادلة بين أكبر اقتصادين على الخارطة العالمية. لكن رغم الخلافات، لا تزال هناك نقاط أخرى محورية تربط بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالاقتصاد. فخلال 2022 بلغت قيمة التجارة بين البلدين 760 مليار دولار تقريبا، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الثنائية في أصول الاقتصادين 1.8 تريليون دولار. بعبارة أخرى، لطالما كان الاقتصاد حجر الأساس في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، ولا يزال هو في مقدمة الاهتمامات لدى الرئيسين، خصوصا في الفترة الحالية. فبينما يحط الرئيس الصيني الرحال في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ 2017، يفور بركان من الاضطرابات الاقتصادية داخل بلاده، من أزمة في قطاع العقارات وديون محلية متراكمة إلى نشاط استهلاك متراجع ونمو يبدو متباطئاً. علاوة على ذلك، وربما تكون هذه هي النقطة الأهم على قائمة التحديات الطاحنة التي تواجه التنين الآسيوي، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين باتت تتضاءل بوتيرة ملحوظة، حتى أن أحد المؤشرات التي تتتبع تلك الاستثمارات تحول في الربع الثالث إلى النطاق السالب للمرة الأولى في 25 عاماً. علما أن الصين بحاجة إلى تدفقات مستمرة من الاستثمار الأجنبي لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والرخاء الذي ناشد به الحزب الشيوعي لسنوات من سدة الحكم. هذا التراجع في التدفقات الأجنبية يرجع جزئيا إلى سحب الشركات الأجنبية لأرباحها من الصين إلى الخارج، بدلا من إعادة استثمارها في البلاد كما هو معتاد. ولهذا السبب ستكون مأدبة العشاء المقررة مع كبار الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين على رأس أجندة تشي جين بينغ بعد لقائه بايدن في سان فرانسيسكو هذا الأسبوع، في وقت تتبخر فيه وبشكل ملحوظ ثقة عمالقة قطاع الأعمال في ثاني أكبر اقتصادات العالم. وينضم إلي الآن من باريس ناصر زهير، وهو رئيس وحدة الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية في مركز جنيف للسياسات الدبلوماسية. صباح الخير ناصر، وأهلا وسهلا بك. كما ذكرنا، يعني هناك في خلافات كثيرة بين البلدين وبين الرئيسين، لكن المصالح تبقى هي الرابط الأقبل. برأيك، من خلال هذا الاجتماع الذي سيتم عقده يوم غد بين هذه القمة بين الرئيسين، ما الذي يريد كل منهما الخروج به من تلك القمة على وجه الأهمية؟ نعم، صباح الخير، صباح تحياتي لك ولفريق العمل والمشاهدين. يعني في قمة هذه أو في قمة هذه الأيام بين الرئيسين سيكون هناك ملفات عاجلة وملفات مؤجلة. أعتقد أن أهم الملفات العاجلة بالنسبة للجانبين التوصل إلى هدنة اقتصادية في إطار الصراع الاقتصادي الكبير بين الجانبين، لأن الرئيس الصيني لديه كثير من المشاكل الاقتصادية في الداخل الصيني، وهو يرغب بأن يتوصل إلى هدنة مؤقتة مع الولايات المتحدة فيما يتعلق في العقوبات التي تفرض على الشركات الصينية، خاصة التكنولوجية، منها ما يتعلق في الحرب الأمريكية على الاستثمارات الأمريكية داخل الصين ومحاولة منع هذه الاستثمارات وأيضا استرجاع الاستثمارات التي كانت في السابق. بالنسبة لبايدن، يتعلق الأمر أيضا في أن لديه الآن أزمات كبيرة حول العالم، في أوكرانيا، في الشرق الأوسط، وهو يرغب في تهدئة الأزمات والتوترات مع الصين، خاصة حول تايوان وحول التنافس الاقتصادي بين الجانبين. وأيضا الانتخابات التي ستكون في الأشهر القادمة في الولايات المتحدة تلعب عامل مهم بالنسبة لبايدن. هذه هي الأسباب أو دعنا نقول الأهداف الرئيسية لكلا الجانبين. ولكن بايدن وشي جين بينغ يدركون جيدا بأن هذه جولة من التهدئة فقط، لأن في العام القادم أو في نهاية 24 سيكون لدينا جولات أخرى، سواء نجح بايدن في ولاية أخرى أو أحد الديمقراطيين أو عاد ترامب إلى البيت الأبيض، سيكون هناك مواجهة تالية وربما تكون أشد مع الصين.
لمجرد انه في اجتماع او في قمه ما بيعني انه الاثنين متفاهمين او متفقين. فعليا ناصر، من خلال متابعتك قديش في تقارب بين اثنين؟ ذكرنا طبعا اهميه العلاقات الاقتصاديه بين البلدين، لكن قديش ممكن يكون في تقارب ممكن انه يوصل بالفعل لنتائج ايجابيه لناحيه مثلا بعض الحدود التي تضعها الولايات المتحدة على تطوير التكنولوجيا الصينية أو التي ترغب أن يعني تلزمها فيها، لناحية أيضا ما ممكن أن تحصل عليه الصين من عدم تدخل، لكن حتى عدم مساندة من قبل الولايات المتحدة للشأن التايواني. يعني دعينا نذكر سبب بأنه اجتماع الرئيسين أتى بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين مسؤولين سياسيين واقتصاديين وعسكريين حتى من الولايات المتحدة والصين، وكانت هذه الاجتماعات ماراثونية وصعبة في الحوار. وأعتقد بأنه هذا الاجتماع هو مجرد توقيع على ما تم التوصل إليه بين مسؤولي الاقتصاد والسياسة في الجانبين. يعني لن يكون هناك كثير من المناقشات بين الرئيسين الأمريكي والصيني من أجل أن يخرجوا فيه من هذه القمة، هي مجرد توقيع أوراق لما تم التوصل إليه. مسألة التوافق بين الرجلين وبين الرئيسين أعتقد بأنها شبه معدومة، لأنه العلاقة كانت دائما متوترة. حتى خطاب بايدن في البيت الأبيض عندما تولى الرئاسة قال بأن هدف الولايات المتحدة الآن هو الصين وليس روسيا، ثم تعدلت هذه الاستراتيجية لتكون الصين وروسيا بعد حرب أوكرانيا. ولذلك حتى الرئيس الصيني أيضا يعني لديه حساسية كبيرة من التعامل مع جو بايدن، وهذه دعينا نقول المرة التي يجتمع فيها مع رئيس أمريكي وهو مكره نوعا ما من أجل التوصل إلى تسويات معينة. مسألة العقوبات على الأمريكية على الشركات الصينية أو الشركات التكنولوجية الصينية، أعتقد بأن هناك حد فاصل أو دعنا نقول حد أدنى من هذه العقوبات سيبقى، ولكن سيكون هناك تفاهمات حول نمو هذه الشركات التكنولوجية والمنافسة مع الشركات الأمريكية. مسألة التدخل في تايوان، منذ أشهر أو عدة أسابيع لم نسمع خبر عن دعنا نقول زيارات أمريكية إلى تايوان كما كانت في الأشهر الماضية، لم نسمع عن توترات كبيرة في تايوان. ولذلك أعتقد بأن الجانبين سيذهبون إلى هدنة معينة تمتد إلى عام، وفقط هذا العام هو التهدئة. يعني فينا كمان نقول أنه الاستغناء عن العلاقات التجارية طبعا شيء مستبعد جدا وصعب جدا، خاصة الآن أنه تشي لن يجتمع فقط مع الرئيس الأمريكي، هي ليست قمة رؤساء فقط لكنه أمامه اجتماعات، و بالنظر لأنه هذه الاجتماعات كلها عم بتصير بسان فرانسيسكو يعني بمقر الاقتصاد أو مقر التكنولوجيا الأمريكية، فهو لا شك من خلال اجتماعاته مع رؤساء الشركات والتنفيذيين بهذه الشركات كبريات الشركات الأمريكية عم بيفتح لحاله أيضا أبواب أخرى لهذه العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، ويعني باب مباشر فعليا. هذا صحيح جدا، ولكن المسألة أعتقد بالنسبة للصين وبالنسبة للرئيس الصيني هي الآن تتعلق في إدارة الصراع. يعني إذا كان هناك نجاح بالنسبة للولايات المتحدة والصين أو مثال للصراعات السياسية والعسكرية التي يجب أن يحتذي فيها باقي العالم، هي العلاقة بين الصين والولايات المتحدة. خلافات سياسية، خلافات عسكرية، بوارج تتضارب بين بعضها البعض، تحتك نوعا ما، ولكن في النهاية العلاقات الاقتصادية دائما في نمو، الميزان التجاري دائما أو دعيني أقول التبادل التجاري دائما في زيادة عام عن عام. ولكن الآن أصبح صدام أكبر بين الجانبين. الرئيس الصيني أيضا يدرك بأن مسألة استقطاب الاستثمارات الأمريكية أو لقائه مع الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى سيكون صعب للغاية، لأن الصين لديها أزمة كبيرة وتحدثنا في برنامجك عنها قبل أكثر من عام، هي مسألة دعم الشركات الصينية التي ترتبط مع الحزب الحاكم ومع الجيش الصيني، وهي مسألة صعبة جدا في داخل الصين، وحتى تعانت منها الشركات الأوروبية وتحدثت عنها المفوضية الأوروبية في أكثر من مناسبة، على أن
الصين تدعم الشركات الصينية، والحكومة الصينية تدعم الشركات الصينية التي ترتبط مع الحزب الحاكم وترتبط مع الدولة على حساب الشركات الأجنبية. هذا كان في البداية، كان الصينيين لا يستمعون إلى النصح حول هذه السياسة. الآن بعد بدء سحب هذه الاستثمارات ومغادرة الشركات، أصبح يريد أن يطرح رؤية جديدة وسياسة جديدة، ولكن الثقة الآن معدومة، تكاد تكون معدومة بالنسبة للشركات الأمريكية في الاقتصاد الصيني. ولكن هي جاذبة نظرا لأنها سوق كبرى، ولكن أعتقد بشكل محدود، ليست كما كانت قبل 10 سنوات أو 20 عام. ناصر، العلاقات مع الصين ليست يعني محط اهتمام في الولايات المتحدة اليوم فقط، لكن أيضا محط اهتمام في المملكة المتحدة مع دخول وزير خارجية جديد الآن، عودة كاميرون بالأحرى رئيس الوزراء السابق إلى الحكومة. واحدة من الأمور الملفات التي طبعا مهمة جدا بالنسبة له ستحظى كثير من اهتمامه هي العلاقات مع الصين، بالإضافة طبعا العلاقات مع الشرق الأوسط. أنا بس حبيت استفيد من حضورك معنا بشكل سريع، أخذ منك وجهة نظرك على فكرة عودة كاميرون فعليا للواجهة إلى الحكومة، منصب وزير الخارجية، العلاقات مع الصين والعلاقات مع الشرق الأوسط. هل ستتغير علاقات المملكة المتحدة مع دخول كاميرون إلى هذه الوظيفة؟ يعني أولا أنا أعتبر بأن عودة كاميرون هي إيجابية جدا، وهي تكاد تكون القرار الصائب الوحيد منذ البريكزيت، منذ أكثر من 6 أو 7 سنوات، لأن مسألة عودة كاميرون تتعلق في سياسة متوازنة وسطية تراعي المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية. أيضا كاميرون يتمتع بعلاقات جيدة جدا مع الصين، ويتمتع بعلاقات جيدة جدا مع الشرق الأوسط، وأيضا مع دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما تحتاجه بريطانيا بالتحديد الآن، أن تغير من هذه التوترات التي كانت في عهد وزير الخارجية السابق أو حتى الحكومات السابقة. سوناك قال بأن هناك اتفاق بين الجانبين على أن السياسة البريطانية ستستمر تجاه القضايا الثلاث التي تحدثنا عنها، ولكن أعتقد بأنه عودة كاميرون بما تشكل من مفاجأة مدوية في الأوساط السياسية الأوروبية والبريطانية، أعتقد بأنها سيعطي هامش من الحرية للتحرك وتحسين هذه العلاقات، وهي أمر إيجابي. ولكن سنترقب مستقبل حكومة سوناك أساسا بعد عام من الآن، وكيف يمكن أن يتحرك كاميرون من أجل أن يستقطب العلاقات الخارجية. ما بعرف قديش في عندهم موجة حاليا الحكومة البريطانية للتعامل مع هذه الملفات الخارجية بالنظر لهذا التخبط الذي يحصل في الداخل البريطاني بالوقت الحاضر. ناصر زهير كالمعتاد، شكرا جزيلا لك. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرج على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.